أثارت الواقعة الغامضة جدلاً واسعاً في أوساط شبه الجزيرة العربية، ففيصل الدويش خرج دون إذن إلى الكويت ليهاجم القوات الكويتية عام 1920، حيث كانت القوات الكويتية يرون أن هناك منطقة تابعة لهم، لأن الحدود بين السعودية والكويت لم تكن حددت حتى حلول عام 1922، ولهذا السبب المفاجئ اندلعت المعركة. لكن فتاوى من العلماء قالت للملك عبد العزيز آل سعود إن الدويش خرج بدون علم الإمام، وأرادوا من الملك عبد العزيز أن يمنع الغزو، فلا يغزو أحد إلا بأمر الإمام، وعلى الناس السمع والطاعة. وبالفعل نجحوا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.